السلام عليكم ورحمة الله، الله يصبحكم بالخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم وسط البلد في هذه الإطلالة الصباحية اليرموكية على مشاهدينا الكرام، لإطلاعكم وتزويدكم بآخر وأهم الأخبار التي يتم تداولها عبر صحفنا المحلية، المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، كل ما يتم تداوله عبر هذه الوسائل فيما يتعلق بالأخبار المحلية والأخبار الإقليمية، نحاول أن نضعها كسلة إخبارية على طاولتكم الصباحية. إن شاء الله اليوم راح يكون معنا كالعادة أخبار متنوعة في مختلف الشؤون محليا وإقليميا. يمكن محليا ما في أخبار كثير مهمة، يعني كان امبارح في اضراب لسائقي حافلات صويلح وتم إيجاد الحلول له، كان في عليهم مخالفات متراكمة بتصفي على الواحد يعني بشكل يعني يومي، كل يومين 300 دينار مخالفات، وبالتالي عملوا اضراب للمطالبه بتخفيف هذه المخالفات، خاصه فيما يتعلق بموضوع الكنترول اللي يعني هو معروف لدى جميع الشعب الاردني، وهو اصبح يعني جزء من ثقافتنا، موجود في باصات الكوستر، هنالك قوانين جديده تمنع وجود هذا الكنترول وهذا بيؤدي الى مخالفات، طبعا هنالك اعداد كبيره من الكنتروليه يعني انجاز التعبير، وهم يعولوا يعني عديد من العائلات وبيصرفوا على حالهم وعلى انفسهم، ولذلك هم بحاجه لان يبقوا بهذا العمل، والجميع له مصلحه بذلك، حتى الراكب يعني بتريح عليه عمليه دفع الاجره، وكان هنالك وعود من يعني دائرة السير بإيجاد حلول وبدائل عن هذه النصوص القانونية التي ربما تخالف أي باص فيه كنترول. أيضا يعني هنالك مجموعة ربما من الأخبار المحلية فيما يتعلق أيضا بالمواصلات، اللي امبارح يعني تم حدوث شلل يعني ربما في حركة المواصلات في العاصمة عمان بعد هذا الإضراب، كان في افتتاح امبارح لمجمع رغدان السياحي، هذا المجمع اللي يعني تم بناؤه والانتهاء منه ربما من سنوات، ولكن لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب كما هو متوقع، لدراسات ربما تبين انه راح يصير في ازمه سير اذا تم تشغيله. على كل حال يعني امبارح كان عبد الله نسور رئيس الوزراء قام بافتتاح هذا المجمع، ومشكله المواصلات ستبقى يعني مشكله كبيره عندنا في البلد، ومشكله المرور بشكل عام، كل المحافظات الان اصبحنا في الويه بالمحافظات في الشمال وفي الجنوب فيها ازمه سير خانقه وبحاجه الى رجال سير لتنظيم المرور، البنيه التحتيه قديمه، يمكن عندنا بالبلد الشوارع مهيئه قبل 50 سنة، بعد كل هذا التطور اللي صار بعد ازدياد عدد السكان وبالتالي ازدياد عدد المركبات، يعني اصبحت الامور صعبه جدا لتحمل كل هذا العبء، مع كمان وجود يعني لاجئين من سوريا من العراق ووجود سياراتهم، يعني زادت الامور اكثر واكثر فيما يتعلق بالازمه اللي هي مشكله لكل الناس في كل المناطق، وخاصه في او وسط البلد يعني في عمان او في باقي المحافظات. نتمنى يعني ايجاد حلول جذريه لهذه المشكله الحقيقه. هنالك ايضا يعني في الملف الاقصى والذي نحاول ان نسلط عليه الضوء دائما في كل حلقاتنا في وسط البلد، الانتهاكات تستمر، يمكن امبارح كنا على تواصل مباشر مع زميلتنا لواء اللي كانت في ساحات المسجد الاقصى واخبرتنا عن اعتداءات على مسنين وعلى نساء، اليوم رح نعرض لكم بعض هذه الفيديوهات واللقطات التي تظهر هذه الاعتداءات على المقدسيين والمقدسيات الذين ينوبوا عنا وعن جميع الامه، امه المليار و800 مليون بالدفاع عن المسجد الاقصى، اللي اليوم هنالك احاديث ايضا اعلاميه بتقول انه على الساعه 12 راح يكون في جلسة للكنيسة عفوا الإسرائيلي ويناقش سحب السيادة والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، حتى ولو لم تكن يعني إجراءات عملية وحقيقية وستترجم إلى قرارات وقوانين، ولكن مجرد التلويح بمثل هذا الأمر يعد أيضا استهانة بالأردن وبالدور الأردني، اللي امبارح في الذكرى 20 لاتفاقية السلام وادي عربة كان هنالك تصريحات ل سفيرنا السفير الأردني الذي تبرأت منه عشيرته طبعا كما تعلمون في إسرائيل، والذي قال بأنه إذا استمرت هذه الانتهاكات هذا سيؤدي إلى ربما أو يعني خطر على اتفاقية السلام ويؤدي إلى إجراءات تصعيدية، طبعا كل ذلك يقع ضمن الباب الذي تحدث به السفير الإسرائيلي في عمان، واللي قال أنه كل تصريحات المسؤولين الأردنيين التي تنتقد إسرائيل ما هي إلا ل يعني امتصاص غضب الجمهور الأردني، ستبقى هذه المقولة هي الصحيحة وهي السائدة إلى أن نسمع نفي لهذه المقولة وأن نرى أفعال وليس أقوال،
ولذلك نحن يعني سنستمر بالتذكير والتأكيد على هذه المقولة التي كشفت المعروف ربما ولكنه أصبح يعني مكشوف وبشكل علني أكبر. في تونس الربيع العربي يعني يستمر بنجاحاته والتأكيد على النجاح تونس في الربيع العربي التي صدرت لنا هذه الثورات، ثورات الربيع العربي هي التي ربما حافظت على نصاعة المشهد لديها. امبارح كان هنالك انتخابات ديمقراطية شارك بها يعني حوالي 60% من الشعب التونسي ليفرز أعضاء البرلمان الجدد الذين سيفرزون الحكومة، وثم في آخر الشهر راح يكون في انتخابات رئاسية أيضا، والمنافسة كانت ما بين حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وحزب نداء تونس ذو المرجعية العلمانية، والمنافسة شديدة بينهما الحقيقة، وهذا يؤكد على التنوع والتعددية الموجودة في تونس، والفيصل سيكون بالتحالفات مع من سيتحالف كل من هذه الأحزاب. يعني المشهد أيضا ما زال غامضا في ليبيا، اليمن، سوريا، العراق، كما تعلمون يعني تطورات على نفس المشهد، ولكن ربما هنالك بعض التطورات في كوباني التي يعني لغاية الآن داعش صامدة فيها، وواضح أن الأمور ليست سهلة أبدا مع هذا التنظيم، وهنالك بعض يعني الطرائف التي أصبح ينشرها الشعب السوري ردا على يعني كل هذا التحالف الذي يحارب تنظيم داعش والذي يصرخ باسم كوباني أو عين العرب وحماية الأكراد، وتناسوا ما حصل للشعب السوري في حلب وريفها وفي إدلب وحمص وحماة ودرعا وكل المحافظات السورية من انتهاكات من بشار الأسد والتي ما زالت تستمر لغاية الآن. ويقال الآن يعني في الوسط الإلكتروني السوري خاصة ليس أين تقع كوباني، والجواب في شمال سوريا، ليس هذا السؤال، وإنما السؤال هو أين تقع سوريا، والجواب في جنوب كوباني. يعني للاهتمام الكبير في هذه المنطقة كوباني أو عين العرب على حساب كل سوريا، فأصبحوا يعني أصبحت المقولة تقول بأنه أين تقع سوريا، سوريا كلها في جنوب كوباني، وهذا للأسف ربما يعبر عن الواقع الصعب الذي يعني يمر به الشعب السوري في كل المحافظات، متناسين المجتمع الدولي متناسي جرائم الأسد التي استمرت 3 سنوات وما زالت لغاية هذه اللحظات. يعني راح نحاول نسلط الضوء على هذه الملفات بشكل سريع، نعرض يعني خبر خبر من كل ملف، ونحاول ايضا نعرض لكم فيديوهات ولقطات يعني مهمة بالاضافة الى فيديوهات متنوعة ايضا نريح فيها في فقراتنا، وان شاء الله تعالى كل ذلك سنبتدئ وننطلق به بعد قليل، فتفضلوا مشاهدينا الكرام بالبقاء معنا. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيدوا حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. بسمه
على شفاه البشر حب وسلام منتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع همنا وتحت ظله لمنا منه تعلمنا التسامي بيومنا بسمه على شفاه البشر حب وسلام منتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع همنا وبتحت ظله لمنا منه تعلمنا التسامي بيومنا متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد كثير البذل عادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير نخرم على الناس السوق نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا قبول أحلى شعور حلوة رائعين على قلب واحد أجمعين حتى ابتعدنا في البذل مستمتعين صباح الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا فيكم معنا مجددا في وسط البلد. ويعني قبل ما نبدا بصحفنا واستعراضها يعني خبر سريع يمكن امبارح كان هنالك يعني ضجه الفيسبوك على وجه التحديد من ضمن وسائل التواصل الاجتماعي بقضيه يعني غريبه وربما اصبحنا في مرحله يعني هبل تكنولوجي كما هو كان هبل بعض الانظمه بمحاولات كبت الشعوب والسيطره عليها والاعتداء على حريتها يعني بالتعبير وخاصه فيما يتعلق ببعض القضايا والامور الدينيه. كان في مصر في عهد الانقلاب منشور صليت على النبي الصبح او اليوم ويعني هدفه تذكير بالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام تم محاربته وتم مطارده ومحاكمه كل من يوزع هذا المنشور الذي ما فيه اي دلاله الا يعني بس الاشاره الى الصلاه على النبي. امبارح برضه على الفيسبوك كان فقط اللي بكتب اي منشور او اي تعليق فيه استغفر الله العظيم بيتم وقف حسابه، يعني اللي بكتب استغفر الله العظيم مباشره بيتم وقف حسابه، بيظهر له رساله انه هذا المنشور ممنوع انه يظهر، وثم اول شيء بصير منع له انه يعمل اعجابات الى مختلف الصفحات وكمان يعمل تعليقات يعني على مختلف الصفحات الاخرى. وبعد هيك اذا اصر عليها واذا رجع كتبها مره ثانيه بيتم وقف حسابه، يعني بيتم وقف حسابه وما بعرف يمكن بيعطوه مهله لكم من يوم، برضه بيعطوه رساله انه هذا المنشور ممنوع، ممنوع انك تكتبه، استغفر الله العظيم. يعني ما بعرف كيف هيك صار، يمكن اليوم انحلت يعني هذا الموضوع انحل، لكن امبارح كان هنالك يعني حالات كبيره وبالالاف، كل من يكتب هذه العباره يعني مباشره يتم وقف حسابه. يعني شيء غريب الحقيقة و يعني واضح بأنه حتى البعض يعني في الإعلام المصري وانتشرت كثير في مصر، وأنا يعني بالصدفة حتى تابعت يعني بعض القنوات الإعلامية المصرية كان هنالك من يدافع عن ذلك، يعني كما كانوا يدافعوا عن حظر موضوع الصلاة على النبي أيضا كان هنالك بعض الإعلاميين المصريين الذين يدافعون عن الفيسبوك فيما يتعلق بهذا الموضوع ويبرر وبيحكي انه يعني احد الاعلاميين بيحكي انه والله هذا الفيسبوك تفاجئوا، يعني شركه الفيسبوك والموقع الفيسبوك تفاجئوا بكميات كبيره من الناس اللي بيكتبوا استغفر الله العظيم فحسوا في شيء وبالتالي اضطروا انهم يوقفوا يعني هذا العمليه وكل واحد يكتبها يبعثوا له رساله وهو بيحكي يعني باسلوب محترم يقولوا له يعني حضرتك احنا متاسفين منك ولكن مضطرين نوقف الحساب ويدافع عن ذلك، بيحكي انه من حقهم انه يشوفوا يعني شو اللي بيحصل. غريب يعني اي شيء نجد اي شيء يعاد الدين ويعاد الاسلام نجد له من يبرره بشكل يعني سافر الحقيقه بشكل مستفز، وهذا هو يعني
يعني للأسف عهر إعلامي ينتشر في يعني فضائياتنا وخاصة في الفضائيات المصرية، وحتى وصلنا لمرحلة وسائل التواصل الاجتماعي والمحاربة على الكلمة، على كلمة استغفر الله العظيم. على كل حال امبارح برضو يعني في ظل هذا يعني هذه الحرب على الإسلام، تتوج هذه الحرب بالاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى، اعتداءات يومية واليهود مش حاسبين حساب. وعلى سيرة برضو الانقلاب في مصر، ويمكن امبارح ذكرتها، لما اليهود يشوفوا النظام المصري بحارب الإسلام وبحارب الصلاة على النبي وبيبرر عدم يعني استغفار ربنا ويهدم المساجد ويغلقها ويقتل المصلين ويحرق الجثث و بحكي بكل بساطة، ليش ما أنا أعمل نفس الشيء مع أعدائي من الشعب الفلسطيني؟ وليش ما أنا أغلق المسجد الأقصى وأقسم زمانيا ومكانيا وأجعل جنودي والمستوطنين يعني يذهبوا إلى صحن قبة الصخرة ويدوسوا عليها بأقدامهم ويأخذوا يعني صور السيلفي لينشروها برضو على مواقع التواصل الاجتماعي عندهم بشكل مستفز لمشاعر المسلمين، مدام أمة 1,800,000,000 نائمة وما حدا بيتحرك فيها، وعلى رأسهم السلطة الوطنية غائبة عن المشهد، حتى الأردن المسؤولة كوصية على المقدسات الإسلامية في القدس أيضا غائبة، سوى من بعض التصريحات هنا وهناك، وهذه التصريحات زي ما حكيت يعني في المقدمة ما مش ممكن نعتبرها إنها جدية إلا إذا صدر أي نفي لتصريحات السفير الإسرائيلي، أو شفنا أفعال زي ما شفنا من ملك حسين، أفعال يعني ليس فقط أقوال. حكى أنا معاهدة سلام في كفة والدواء لخالد مشعل في كفة، وكان جدي بهذا الموضوع وصار في أفعال، وفعلا جابوا الدواء وتم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، ويعني شفنا شيء على الأرض. الآن إحنا مش شايفين شيء، كل هذا الاعتداءات مش شايفين شيء، في بعض التصريحات تصدر من مسؤولين أردنيين، لكن يعني مش ممكن إنه تكون هي يعني السلاح الوحيد وهي الورقة الوحيدة اللي بيد الأردن، وخاصة إنه هي تصريحات فقط لي يعني امتصاص غضب الجمهور والشارع الأردني، وبالتالي المسؤول الإسرائيلي لما يسمعها ما بيسألش فيها، بيحكي خلص خليهم هالمسؤولين الأردنيين يحكوا اللي بدهم إياه عشان عندهم يعني ضجة في الشارع الأردني، ويرتها ضجة كبيرة كمان، هي ضجة محدودة عبر يعني بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، على الشارع ما في شيء أيضا يترجم، يعني وضع صعب. امبارح لما كنا نتواصل مع مراسلتنا في القدس حدثتنا أنه كان هناك اعتداء على المسنين وعلى رجل 70 يتم الاعتداء عليه، والآن سنعرض لكم هذا الفيديو لهذا الاعتداء اللي صار يعني امبارح، ويعني هو هذا الاعتداء الذي تم تصويره والذي شاهدوه الناس يعني وكان معهم كاميرات. هنالك اعتداءات غيرها الكثير على الرجال والكبار وعلى النساء وعلى جميع المرابطين، نتابع هذا الفيديو. يعني شايفين في ظل سبات الأمة العربية والإسلامية هكذا يحدث للمسنين، وشوف كيف يعني عفي عليه، يعني مش قادرين يمسكوه، رجل سبعيني وقوات الاحتلال يعني يدوب قادرين يسيطروا عليه وعلى انفعاله، ويعني تعاطفه مع المسجد الأقصى اللي بده يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة. شوف إصراره الشديد يعني على يعني أن يزعج هؤلاء، شوف يعني مسكينه أكثر من واحد ويحاولوا أن يسيطروا عليه ويدوب قادرين عليه،
هذا هو ربما حال الشعب الفلسطيني المقاوم والبطل، اللي يعطينا دروس دائما ويفترض أن نخجل على يعني الأمة كلها، وخاصة من بيده القرار أن يخجل عندما يشاهد مثل هذه اللقطات من اعتداء على مسلمين واعتداء على نساء ويعني اعتداء على حرماتنا ونزع الحجاب عنهن، يعني أمر مستفز. وعشان يكتمل الاستفزاز اليوم يعني هنالك بعض الوسائل الإعلام اللي تحدثت أنه راح يكون هناك جلسة لمناقشة مقترح في الكنيسة الإسرائيلية. ما هذا المقترح؟ شو عنوانه؟ عنوانه سحب السيادة الأردنية كاملة على المسجد الأقصى، وهذا يعني ربما عشان نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع الخطير إذا كان حقيقي وإذا كان سيكون بمشاركة وبصفة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، حتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع وعن مجمل تطورات القدس تنضم إلنا الصحفية لواء أبو رميلة. ست لواء السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، على صبحك بالخير بداية ست لواء، ويعني تحدثينا عن هذا الموضوع، موضوع سحب السيادة الأردنية الكاملة على المسجد الأقصى. هذا المقترح هل هو مقترح رسمي ستشارك به يعني الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي وتبحث يعني حقيقة، ولا هي فقط إشاعات وروايات إعلامية؟ نعم، هو مقترح رسمي قام به عضو النائب المتطرف في الكنيسة الإسرائيلي المشافي جلان، قام باقتراح مشروع بنقل السيادة الأردنية للمسجد الأقصى إلى السيادة الإسرائيلية. بما يتعلق بالمشروع، الصياغة الأولية رفضت من رئيس الوزراء نتنياهو، قام برفض الصياغة الأولية قبل أسبوع خلال جلسة الكنيسة، وتقرر تأجيل الجلسة إلى اليوم. اليوم الساعة 12 سيتم مناقشة صياغة جديدة ستصاغ للمشروع. رئيس الوزراء قال الأسبوع الماضي بأن الصياغة الأولية هي يعني متشددة، قد تحدث هناك يعني مواجهات وانتفاضة نتيجة هذه الصياغة، فأمر بتخفيف هذه الصياغة. اليوم سيتم مناقشة هذا المشروع بوجود شخصيات رسمية من بينها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي. هذا المشروع يعني يشكل خطر شديد على المسجد الأقصى، يعني نقل السيادة الأردنية للمسجد الأقصى إلى السيادة الإسرائيلية هو بحد ذاته يعني ضياع المسجد الأقصى. يعني الأوقاف الأردنية تحاول قدر الإمكان تخفيف التهويد داخل المسجد الأقصى، من خلال على أقل مثال الأوقاف تستطيع منع المستوطنين بالصلاة داخل المسجد الأقصى، ولكن عند نقل السيادة سيستطيع المستوطنون الدخول المسجد الأقصى متى يشاءون، اقتحامه متى يشاءون، الصلاة فيه، حتى أنه قد يكون هو تهيئ للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. طيب، يعني اليوم أيضا هل كان في يعني اقتحامات مجددة من قبل المستوطنين؟ نعم، اليوم العشرات قاموا باقتحام المسجد الأقصى. المسجد الأقصى يشهد كل يوم اقتحام من اليوم الأحد حتى الخميس، طبعا على فترات متفاوتة من الساعة 7 صباحا وحتى 11 في الصيف، الآن حسب التوقيت الشتوي من 7 صباحا حتى 10، ليعاد ويفتح يغلق باب المغاربة الساعة 10 ويفتح مرة أخرى الساعة 12:30 ليسمح لفترة ما بعد الظهر للاقتحام. يعني المسجد الأقصى في كل يوم يقتحم، قديما كان الاقتحام يكون مرة في الأسبوع 3 مرات، ولكن منذ أكثر من عامين الاقتحام يكون في كل يوم من الأحد حتى الخميس. يعني أيضا ست لواء، يعني في ظل كل هذه الاقتحامات المستمرة اللي أصبحت بشكل يومي يعني زي ما بتحكي لنا، هل في بوادر انتفاضة تشعري أنه ممكن أنه تبدأ الانتفاضة من القدس وتنتشر إلى كل المحافظات في الضفة وفي الأراضي الفلسطينية؟ الانتفاضة موجودة منذ استشهاد محمد أبو خضير، وحتى اللحظة القدس تشهد كل يوم مواجهات، في كل ليلة يحدث هناك مواجهات في جميع أحياء وبلدات مدينة القدس، ولكن التعتيم الإعلامي حول ما يحدث في المواجهات، وأيضا التدخل السياسي والقمع، وأيضا محاولات السلطة الفلسطينية منع وجود انتفاضة في الضفة الغربية هو ساهم في حد هذه الأمور، ولكن الانتفاضة في القدس موجودة، حتى أن القناة العاشرة قبل عدة أيام قامت بنشر تقرير عما يحدث في مدينة القدس، ذكرت بأن الانتفاضة موجودة، ولكن هناك تهميش حول هذا الموضوع، وأيضا الحكومة تعترف بأن هناك انتفاضة مع العلم أنها موجودة.
قامت بعرض صور وتقارير عما يحدث في المدينة. أيضا يوم أمس قررت الحكومة الإسرائيلية استدعاء الآلاف من الجنود الاحتياط لنشرهم في مدينة القدس لمنع وقمع هذه المواجهة. جميل جدا، أنا شاكر جدا لحضرتك على كل هذه الأخبار وهذه الأنباء ويعني تلخيص المشهد في القدس وفي المسجد الأقصى. شكرا جزيلا لك. إذا زميلتنا لواء أبو أرميلي حدثتينا من القدس، ويعني زي ما حكت لنا يعني الزميلة لواء، الصياغة الأولية لموضوع سحب الولاية الأردنية على المسجد الأقصى كانت متشددة كثير ورفضها نتنياهو. يعني تخيلوا نتنياهو رفضها، قد ما هي يعني نتنياهو أصلا المحسوب على اليمين والمتشدد، واللي هم محسوبين على اليسار واللي مش متشددين في المفهوم الإسرائيلي هم أولمرت وليفني اللي عملوا حرب غزة 2008 عفوا، يعني هم اللي يعتبروا مش متشددين. نتنياهو حتى رفض هذه الصياغة، وكان يقول نتنياهو بأنه هذه الصياغة قد تؤدي لانتفاضة. يعني ما بعرف إذا هو غلطان، وواضح بأنه شو ما صار ما في يعني بوادر لانتفاضة يعني على المستوى العربي والإسلامي. يعني واضح بأنه الأمة في سبات، وشو ما عملوا بالأقصى يعني حلال زلال عليهم، ما حدا يعني متحرك تحرك جدي. على كل حال هذا هو الواقع، وزي ما حكيت لنا يعني لواء راح يكون وزير الأمن الداخلي حاضر في هذه الجلسة اللي راح تناقش موضوع سحب الولاية الأردنية. مندوب أيضا عن وزارة العدل النائب العام ومن بلدية القدس ووزارة المالية ووزارة الإسكان ووزارة الخارجية وزارة الخدمات الدينية ومكتب رئيس الوزراء، يعني بالإضافة إلى بعض المنظمات والمؤسسات عندهم مثل يعني أعضاء منظمات الهيكل وغيرها، كلها بدأ اليوم بدأت تقعد وبدأت تتناقش موضوع سحب الولاية الأردنية. وإحنا مبارح نحتفل باتفاقية السلام، اتفاقية وادي عرب. إذن مشاهدينا، واستمرارا في الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور أحمد سعيد نوفل. دكتور أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يعني دكتور اليوم الكنيسة سيناقش موضوع سحب السيادة الأردنية كاملة على المسجد الأقصى، تعتقد أنه ممكن يكون في شيء رسمي حقيقي على الأرض ويترجم إلى قرارات وقوانين، ولا هي فقط يعني عبارة عن يعني تصريحات أو إجراءات شكلية؟ لا والله اعتقد بان يعني هذا القرار او هذه المناقشه تاتي ايضا في الذكرى 20 لتوقيع اتفاقيه وادي عربه التي تنص على في الماده 9 على اساس انها الاردن والمسؤول عن الاماكن المقدسه في القدس. يتناقض مع هذه الاتفاقيه اولا، ثانيا حقيقه بسبب يعني هناك تصعيد في الموقف الاسرائيلي تجاه الاقصى، ما لم تجد إسرائيل أي ردود فعل لا عربية ولا أردنية ولا فلسطينية تتلائم مع الحدث الكبير الذي يقوم به المستوطنين الإسرائيليين في الأقصى، وبالتالي يعني تم هذا شجع الأطماع الإسرائيلية والمستوطنين بالذات بأن يدخلوا إلى الأقصى ويمنعوا المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى. هذا بالطبع بسبب التراخي في الموقف الأردني وأيضا في الموقف العربي، لابد أن يكون في موقف حقيقة أكثر صلابة للرد على الفعل الإسرائيلي.
حتى ما قبل، يعني ليس بالضرورة أن يتخذ الكنيسة الصهيونية مثل هذا القرار، هو ممارسات عملية مستمر منذ شهرين. هناك في تقسيم زمني ومكاني للمصلين، المصلين المسلمين يمنعون من الصلاة بالأقصى وفي فترات محددة صباحا حتى النساء، وفي نفس الوقت يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالدخول إلى الأقصى وتجول داخل باحة الأقصى. هذا يدل على أساس أن هذا التضحيه في الموقف الإسرائيلي حقيقة لم يواجه ردود فعل مع الأسف لا فلسطينية ولا أردنية ولا عربية تتلاعب مع مثل هذا الحدث الكبير. يعني دكتور هذا ممكن نتحدث على أساس أن الكنيسة الإسرائيلية ممكن أن تتخذ مثل هذا القرار، أو قد تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ هذا القرار داخل مؤسسة رسمية اللي هي الكنيسة، لكن هذا لا يمنع المستوطنين أن يدخلوا الأقصى بتشجيع من بعض الوزراء داخل حكومة نتنياهو. ويعني اليهود عندهم ممارسة عملية أهم من التصريحات، هم يقوموا بالممارسة العملية لسحب السيادة بلا شك، يعني حتى لو لم يتأخذ مثل هذا القرار في الكنيسة الإسرائيلية هم يعني إحنا من يتابع الأحداث في الأقصى مع الأسف يراح تنطف. صحيح، يعني دكتور في أساس أن هناك مش فعل تتلائم مع الحدث. نعم، يعني تحدثت عن ذكرى العشرين لوادي عربة، وفي الذكرى العشرين كانت تصريحات للسفير الإسرائيلي في عمان بأنه يعني كل هذه التصريحات التي يدلي بها المسؤولين الرسميين في الأردن ما هي إلا لامتصاص غضب الشارع الأردني وما إلها أي دلالة أخرى أو أي إجراءات أخرى، ولم يصدر لغاية الآن أي نفي رسمي من الحكومة الأردنية. إلى أي حد وصلنا يعني في التعامل وفي إدارة يعني الصراع، إنجاز التعبير صراع، ولكن إدارة الملف يعني مع إسرائيل هو ليس صراع؟ يعني حقيقة تقييم لاتفاقية وادي عربة نرى أن الجانب الإسرائيلي هو الذي أخل بهذه الاتفاقية منذ يعني توقيع عليها، يعني الموقف الأردني في الواقع لم يكن في مستوى الموقف الإسرائيلي، بمعنى هناك عدة تجاوزات بالنسبة لإسرائيل ليس فقط بالنسبة للأقصى تتناقض مع اتفاقية وادي عربة، ومع ذلك الآن ما زال البعض يتحدث صراحة على أساس أن هذه الاتفاقية كانت لمصلحة الجانب الأردني لا اقتصاديا ولا سياسيا، وبالتالي يعني أنا أستغرب أنه بعد 20 سنة ما زال من يتحدث عن إيجابيات هذه الاتفاقية على الأردن، وكان ترسيم الحدود يعني هي إنجاز كبير بالنسبة للأردن، لكن بالمقابل على حساب تنازلات كثيرة قدمها الأردن الإسرائيلي. الآن نحن في مأزق حقيقي، يعني البعض يرى بأن آن الأوان لأن نرفع الراية الحمراء، بمعنى أن نقول الجانب الإسرائيلي أن ما يحدث في الأقصى هو يتناقض مع اتفاقيته، ويعني ليس بالضرورة نسحب السفير الإسرائيلي أو نسحب السفير الأردني من تل أبيب أو نطرد السفير الإسرائيلي منه، بل على الأقل أن نهدد به، وكأن هذه ورقة يعني ممكن تستعمل في المستقبل إذا استمرت يا الحكومة الإسرائيلية بهذه الممارسات مع المستوطنين. نحن أمامنا خيار، يعني لا يوجد لنا أمام خيار آخر. هذا بالطبيعة يرد على ادعاء السفير الإسرائيلي في عمان بأن موقف الحكومة الأردنية هو فقط للاستهلاك المحلي. فعلا بد أن ترتفع الحكومة الأردنية في مستوى رد فعلها ضد الممارسات الإسرائيلية إلى شيء عملي وليس فقط من خلال الاستهلاك. مع الأسف ما يحدث في الأقصى بحاجة لأكثر من بيانات استذكارية هنا وهناك. نعم، يعني نتمنى ذلك، ونتمنى أن يتحول يعني هذه المطالب من حضرتك دكتور إلى أفعال من قبل الحكومة الأردنية. أنا شاكر جدا لك أستاذ العلوم السياسية دكتور أحمد سعيد نوفل، شكرا جزيلا. يعني الواضح أنه موضوع خطير الحقيقة، وردود الفعل لغاية الآن خجولة، وإذا كان في ردود فعل أصلا. للحديث أكثر أيضا عن ردود الفعل هذه ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ركان السعيدة. أستاذ ركان السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. نعم، يعني أستاذ ركان اليوم بتم مناقشة سحب السيادة الأردنية كامل على المسجد الأقصى من قبل الكنيسة والمسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي نحتفل به بذكرى 20 لوادي عربة، وتصريحات لسفير الإسرائيلي في عمان بأن إسرائيل لم تكن تحلم بجار أفضل من الأردن. أين وصلنا في إدارة هذا الملف، ملف العلاقات الأردنية الإسرائيلية؟ ولم نصل لشيء حقيقة. نحن لا ندير يعني ملف علاقات على أسس وطنية 100%، وبالتالي الجانب الإسرائيلي هو المتحكم بصعود هذه العلاقة أو هبوطها، وأكثر طرف يوظفها لمصالحه، وبالتالي يعني ما يفعل الإسرائيليين ليس فقط مرتبط بالقدس والمقدسات وموضوع السيادة، هو اختبر أكثر من مرة حقيقة موضوع السيادة الوطنية الأردنية بموجب
الموقع عليه أصلا بموجب اتفاقية وادي عربة وسلسلة من التفاهمات الأخرى، لكنه يضرب بها عرض الحائط لأنه لا يرى حقيقة دولة ند ودولة قادرة على أن تجابه سياساته ومواقفه وقراراته، وبالتالي هو يشعر أنه مرتاح، خاصة إذا ما رجعنا إلى على الأقل في السنتين أو الثلاث الأخيرات ورصدنا ردود الفعل الأردنية على كثير من السياسات الإسرائيلية ذات المساس في الأردن، نجد أن هناك ردود فعل هزيلة، كما طرد السفير يصوت عليه أغلب البرلمان ولا تتخذ أي إجراءات حقيقية على هذا الصعيد، وبالتالي شعر الجانب الإسرائيلي أنه لا توجد أولا دولة قادرة على أن تفرض إرادتها السياسية على الجانب الآخر، لا يوجد لا حلفاء، حتى حليف الأمريكي لا يؤازرها في كثير من التفاصيل، وبالتالي هي مكشوفة. أيضا للأسف الشديد لا يوجد حراك شعبي حقيقي ضاغط على النظام وعلى الحكومة بحيث أنه يجبر على اتخاذ سياسات معينة، مهم على جدا العكس تبدأ الحكومة بعمليات احتواء لكل ردود الفعل بحيث لا تخرج عن إطارها، وبالتالي الجانب الإسرائيلي لا يشعر أنه أن هناك حرج كبير من سياساته ولا ايضا من مواقف اتجاه ما يمس الاردن مسا مباشرا، وهذه قضيه القدس والمقدسات لها علاقه حقيقه بالشرعيه، بشرعيه الدوله، بشرعيه الحكومات والانظمه وخاصه في الاردن، وبالتالي هذا الامر في غايه الخطوره ان لم يكن هناك موقف اكثر يعني حده ومختلف تماما عن كل السياقات في المواقف الاردنيه اتجاه جميل. كل القضايا التي لها علاقه ومساس في الجانب الاسرائيلي، وبالتالي العلاقات الاردنيه حقيقه هي توظف من الجانب الاسرائيلي، وكما صرح السفير وكما صرح العديد من السياسيين الاسرائيليين وكما نلمس ذلك في وسائل الاعلام الاسرائيليه، يعني كان الاردن حديقه خلفيه صراحه تظهر في بعض التفاصيل وفي بعض الاحيان، لا ندير علاقاتنا على اساس النديه والتكافؤ والتوازن، نديرها من موقع ضعف وليس من موقع قوه، نحن أضعفنا أنفسنا، الجانب الإسرائيلي هو المتحكم حقيقة بمسار هذه العلاقة، يوجهها كما يشاء، كما حدث حقيقة يعني ليس فقط على نطاق الأردن، يبدو أن إسرائيل تتحكم حتى في مآلات سياسات الكثير من دول المنطقة، كما رأينا في العدوان على غزة الأخير عندما ظهر أن إسرائيل كأنها متحالفة مع طرف عربي في مواجهة طرف آخر على أرض قطاع غزة. هنا يعني أستاذ ركان، يعني في ظل هذا الحديث على أن يعني إسرائيل أصبحت تتحالف مع العرب وهذه الانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى أضعفت يعني موضوع الوصاية على الأردنية على المقدسات، هل وصلنا لمرحلة أنه لمصلحة الأردن يعني الحكومة أو الدولة الأردنية حتى أن يعني خلص يعني لا تبقى تحمل نفسها هذا العبء، عبء الحفاظ على المقدسات بكونها هي صاحبة السيادة عليها وأن تتنازل على السيادة لصالح السلطة، لصالح العالم العربي الإسلامي لغيره؟ لا لا، هذا كلام كارثة، لا يجوز القبول به، أنا يعني هذا أمر غير قابل حقيقة للنقاش، التنازل عن موضوع السيادة يأتي في سياق العلاقة الأردنية الفلسطينية المستقبلية بعد أن تكون هناك دولة، وبالتالي هذا تفاهم بين الأردن وبين السلطة الوطنية أو الدولة الفلسطينية، لكن لا يجوز التنازل على عن هذه السيادة إلى جهة حتى الآن لم تأخذ شكل الدولة الحقيقي وبالتالي ليس لها سيادة عليها، من خاصة أنه لا يوجد حل نهائي واضح به أو على الأقل لا توجد دولة على أساس حل نهائي وانتهى الموضوع، بحيث أن تكون القدس على الأقل القدس الشرقية ومقدسات إسلامية تحت وصاية الدولة الفلسطينية، هذا الأمر غير جائز. الأمر الآخر الأكثر خطورة أنا بتقديري سياسيا، أن هذا مس باتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، هذا لا شك فيه، لأنه منصوص على الوصاية الأردنية والدور الأردني في القدس والمقدسات نصا في اتفاقية وادي عربة، المس وخرق هذا الاتفاقية بمثابة إعلان حرب، يجب أن يكون واضح عند السياسيين الأردنيين أنه هذه المسألة تم تمريرها في الكنيسة الإسرائيلية، يجب أن تفهم ويجب أن تصمم السياسة الأردنية في لمجابهة هذا الخطر على أساس أن هذا إعلان حرب وليس فقط عمل سياسي أو قانوني أو تشريعي. أتمنى يعني أن نجد من مطبخ القرار الأردني من يدرك هذه الخطورة ومن يدرك هذه يعني يجب أن يدرك حقيقة، إن لم يدرك فهذه كارثة كبرى، وأنا أعتقد إذا لم يدرك ولم يكن هناك حقيقة موقف حقيقي حاسم وحازم، أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك نوع من التواطؤ من بعض الأطراف في هذا الأمر، وهذا يصبح الأمر في أكثر خطورة من مجرد أن تحاول إسرائيل انتزاع أو نزع هذه السيادة من طرفها هي فقط. نعم. إذا الموقف الأردني هو الذي يحدد إن كنا نحن راضين عن ذلك أم لا، خاصة نعم. أنه كان في تسريبات من الجانب الإسرائيلي في الفترة الأخيرة عن موضوع التقاسم الزماني والمكاني للمقدسات، وكان في تسريب أن هناك
يعني رضا أردني عن مسألة أنه نقسم يوم لليهود ويوم للعرب. هناك تشكيك مستمر من الجانب الإسرائيلي في مصداقية الدولة الأردنية. نحتاج يعني حقيقة كأردنيين وكعرب وكمسلمين أن نفهم تماما موقف الدولة الأردنية من هذا التداعي الأخير الخطير، لأنه ليس لا يمس كرامة الأردنيين ولا يمس فقط موضوع قوة الدولة وهيبة الدولة، ولكنه يمس في جوهر وجود الدولة. نعم، نتمنى أن تصل هذه الرسالة أستاذ ركان يعني مباشرة إلى المسؤولين، وأن نرى ردود فعل حقيقية على قدر مستوى التضحيات وعلى قدر مستوى الحدث يعني الكبير والجلل. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ركان السعيدة. مسألة خطيرة، والحكومة الأردنية ومطبخ يعني صناعة القرار في الأردن لغاية الآن غائب عن المشهد. أستاذ ركان سعيدة يقول بأنه يعني هذا يمثل إعلان حرب، موضوع مس السيادة الأردنية على المقدسات الآن حرب. هل يعتقد ذلك يعني تعتقد الحكومة الأردنية نفس الشيء؟ لا أدري ولا أعلم، ولا أدري ما هي الإجراءات القادمة. وحتى لو لم يتم التصويت على القرار اليوم، سيتم التصويت عليه غدا، بعد أسبوع، بعد شهر، ما دام أنهم بلوحوا فيه وهو مطروح للنقاش، زي موضوع الوطن البديل، هو مطروح للنقاش لديهم، وبالتالي هم سيطبقوه عاجلا أم آجلا، وهم يهمهم أكثر الممارسات العملية. ممارساتهم العملية اليومية على أرض الواقع تقول بأنه إحنا من زمان كإسرائيل نزعنا السيادة الأردنية وسحبناها على المقدسات، ونحن من نتحكم بالمشهد. ويعني كنا نتواصل مع المسجد الأقصى ويحكونا موظفين الأوقاف يعني ما بيدهم إشي، ما مش قادرين يعملوا شيء، والذي يتحكم بالأقصى عمليا وفعليا هم قوات الاحتلال. الآن بقي قرار رسمي وقولنا لذلك، إن تمت تمت وإن لم تتم فإسرائيل مش فارقة معها كثير يعني بهذا الموضوع، ما دام أن المستوطنين المغتصبين وقوات الاحتلال يدخلوا الساحات وينظموا الأمور ويقسموا يعني الدخول للمسلمين زمنيا ومكانيا، إلا من بعض هؤلاء المرابطين الذين يصرون على الدفاع عن المسجد الأقصى. ولكن إلى متى؟ إلى متى سيستمر هؤلاء بضع يعني مئات بالدفاع نيابة عن 1.8 مليار؟ لا أدري ولا أعلم، ولكن هذه أسئلة تبقى معلقة. خلينا نبدأ وننتقل مباشرة يعني لصحيفة الغد، نستعرض أبرز الأخبار فيها. الخبر الرئيسي كان عن استقبال الملك لحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي. الملك يقول حريصون على وحدة العراق واستقراره في أول زيارة لبلد عربي لرئيس الوزراء العراقي، الذي قال أيضا أن الأردن الجار الأقرب والسند لبلدنا. يعني واضح بأنه يعني موقف الأردن غريب، زي ممكن حكيت امبارح يعني أول زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى الأردن، والأردن هو من احتضن كل القيادات المعارضة له وللمالكي من قبله من شيوخ العشائر العراقية السنية، واللي كانوا يتباحثوا كيف من الممكن إنقاذ المشهد في العراق بإقالة المالكي. ولكن هل بعد إقالة المالكي وتعيين حيدر العبادي انحلت المشكلة؟ أكيد لا. ليه؟ لأنه حيدر العبادي أولا هو من نفس حزب المالكي اللي برأسه المالكي، يعني هذا سيبقى تابع للمالكي. هذه شغلة. الشغلة الثانية، المالكي بتفكروا أنه طار، في ناس فكروا أنه طار المالكي المشهد. المالكي هو نائب رئيس العراقي، يعني تحول من رئيس وزراء إلى نائب الرئيس العراقي. ثلاث، حيدر العبادي ذهب أول زيارة فيها إلى إيران وأدى الولاء للخامنئي وحصل على الولاء منه. ورابعا، الخامنئي والمسؤولين الإيرانيين قالوا لحيدر العبادي يجب أن تقتدي بالمالكي وبالعديد من النجاحات التي حققها. هم ما زالوا يعتقدوا أن المالكي ناجح، وهم اضطروا يعني أسباب سياسية وضغوطات سياسية بأن يعني يجعلوه أن يستقيل وأن يعينوا حيدر العبادي. ونقاط أخرى عديدة وكثيرة، منها التمثيل السني في حكومة المالكي كانت أكثر من تمثيل السنة في حكومة حيدر العبادي. حيدر العبادي عين وزير داخلية من قوات فيلق بدر. فيلق بدر، ما هو فيلق بدر؟ كان ببساطة يمسك الدريل ويشوف واحد سني على الهوية بالشوارع ببغداد وبالعراق ويخزق راسه ببساطة، يعني مشهد مؤلم، ولكن هذا هو اللي كان يصير. يعني الميليشيا الشيعية هكذا كانت تفعل بالسنة، وهو قوات فيلق بدر عين وزير للداخلية، يعني هو مسؤول عن الملف الأمني، يعني راح يظل التنكير والتهميش على السنة، وراح يظل الأسر والسجن للعراقيين وحتى العراقيات. يعني هذا هو الحال، وإحنا نستقبل حيدر العبادي. تدني نتائج امتحان تقييم الصفوف الثلاثة الأولى. وزارة التربية والتعليم تعمل امتحان لأول الصفوف، أول ثاني ثالث، حتى يقيس يعني مستواهم بالقراءة وبالكتابة وبالحساب بعد النتائج الكارثية اللي كانت زمان. وما زالت هذه النتائج، 125 ألف طالب رسبوا بالعربي
و155 ألف في الرياضيات. طبعا شو يعني رسبوا بالعربي؟ يعني بعرفوش لا يقرأ ولا يكتب، يعني بنحكي عن أول ثاني ثالث، مش إعراب وعروض وتقسيم، لا بس قراءة وكتابة. يعني بنحكي عن 125 ألف ما بيعرفوا لا يقرأوا ولا يكتبوا، و155 ألف بيعرفوش يحسبوا. شو بدهم يحسبوا؟ يعني تفاضل وتكامل؟ لا برضو زائد وناقص، يعني أرقام أحد وعشرات بالكثير. يعني كانت هذه الخلاصة مأساوية لواقع التعليم يعني في الأردن. طبعا إلها مؤشرات ومؤشرات عديدة. نتمنى يعني طبعا في عندك أيضا 100 ألف طالب على مقاعد الدراسة ما بيستطيعوا يقرأوا لا حروف عربية ولا حروف إنجليزية، يعني إنجليزي بطبيعة الحال، وهم بيشكلوا تقريبا ربع الطلاب. يعني مسألة خطيرة، ما نحكيش عن عدد بسيط، نحكي عن من يعني 22 تقريبا بالمية من إجمالي عدد الطلاب لا بيعرفوا لا يقرأوا ولا يكتبوا ولا يفكوا الحرف يعني، ويدوب يعملوا لهم أكم من عملية حسابية. يعني وضع صعب وبحاجة لمراجعة سريعة وعاجلة وغير آجلة، وإلى يعني إعادة هيكلة بالعملية التربوية التعليمية بأكملها. مسألة يعني تحتاج إلى يعني قرع جرس الإنذار، وهذه أهم من أي قضية أخرى. موضوع التعليم، تفاصيل جديدة لجريمة طبرور، يعني الغد أيضا تسلط الضوء على هذا الموضوع وتقول أن هناك تطورات مثيرة ومحزنة كشفها الطب الشرعي ومصادر أمنية لتفاصيل جريمة القتل اللي صارت يعني قبل أيام بطبربور، واللي هزت الرأي العام إثر قيام سيدة بقتل 3 من أطفالها لأسباب لم تتوصل إليها جهات التحقيق بعد. يعني واضح أنه هي معها مرض نفسي، جوزها بالسجن، عندهم أوضاع. يعني إحنا لا نعمم هذه الحادثة، هذه حادثة حدثت في المجتمع، صحيح أنها مؤلمة وموجعة ولكنها يعني مش ظاهرة، وما في خوف يعني أم تقتل أطفالها، هي عمرها ما صارت في مجتمعنا ولا راح تصير إلا بحالات نادرة وحالات شاذة، يعني لحدوث يعني شذوذ في عقلية من يرتكب هذه الجرائم، سواء هاي في طوربور أو سفاح أبو علندا أو غيرها من الجرائم اللي نسمع عنها. ويعني الإعلام يسلط عليها الضوء صراحة بشكل مبالغ فيه، يعني ما في داعي نعرف كل التفاصيل لأنه هي مش هالمسألة الخطيرة والمهمة اللي لازم يعرفها كل الشعب الأردني. جريمة صارت في منطقة في حي من كل هالبلد ولا تعمم يعني، لكن هي وسائل الإعلام أصبحت يعني تسلط الضوء على كل شيء وتظهره، وبالتالي ما في إشي مخبى. لكن أنا يعني حريصين أيضا على نظهر أنه يعني مجتمعنا برضو مش بهذا الدمار يعني، وليس بهذا الخراب اللي يعني إذا بدنا نعتبر أنه هذه الجريمة هي أمر عادي أو أمر طبيعي. الخبر الأخير، تونس تعبر الثورة إلى عهد الجمهورية الثانية. امبارح انتخابات في تونس، ويعني انتقال إلى العهد الدولة المدنية بإجراء انتخابات تشريعية إذانا ببدء الجمهورية الثانية الديمقراطية. يعني صوت أكثر من 50% من الشعب التونسي في هذه الانتخابات لي يعني يفرزوا حكومة وبرلمان جديد يمنحهم الدستور يعني صلاحيات واسعة. في تونس صلاحيات الرئيس محدودة وليست كصلاحيات البرلمان والحكومة، يعني البرلمان الذي يشكل الحكومة، وهذا ما نتمنى أن نراه يعني في الأردن، والرئيس لديه صلاحيات يعني محدودة. وأيضا سيتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر يعني في نهاية هذا الشهر، والمنافسة ما بين حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية ونداء تونس ذات المرجعية العلمانية، يمكن الأصوات قريبة جدا بينهم. وباقي يعني هنالك بعض الأحزاب الأخرى الموجودة أيضا التي تنافس يعني بمقاعد محدودة، لكن المنافسة الأشد هي ما بين نداء تونس وحركة النهضة اللي تنازلت عن الحكومة عندما كانت يعني هي من أفرزها الشعب التونسي واختارها في عهد ما بعد الثورة لصالح تونس ولصالح نجاح الحياة الديمقراطية في تونس، وحتى تتجنب بعض السيناريوهات المؤلمة اللي شفناها في باقي أقطار الربيع العربي. نتمنى الخير لتونس ولشعب تونس، وأن يبدأوا ببناء دولة حقيقية، وأن ينتقلوا لمرحلة بناء اقتصادي محترم وقوي لكي يعني يتم التأكيد على أن الديمقراطية هي المفتاح وهي الحل لكل مشاكل المنطقة وكل مشاكل الشعوب العربية والإسلامية. ونتمنى أن يعم هذا الربيع، الربيع التونسي، على باقي الأقطار. على كل حال، هذه إذن أهم وأبرز أخبار الغد، وبعد قليل نواصل استعراض صحفنا وباقي فقراتنا، فابقوا معنا.
صباح الخير إذن مشاهدينا الكرام لأهلنا بعمان وبكل محافظات بلدنا. ويعني قبل ما نروح على الدستور، امبارح كان في أو ما بعرف بالتحديد إمتى، لكن في عجوز رايح على الصلاة في المسجد وضاع ما رجع على بيته. عشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع ونحاول ننشر صورته يعني للي بيشوفه بالشارع بأي مكان ممكن يعني يعطي معلومات لأهله أو للمراكز الأمنية، بنضم إلنا طارق أبو حميدة. طارق السلام عليكم. الله يعطيك العافية أخي نعم. الله يعافيك يا طارق و... إن شاء الله يبارك فيك. يعني موضوع غريب، يمكن ما بعرف، يمكن حضرتك تقرب لهذا الرجل، تحكي لنا عن قصته يعني باختصار. نعم، هو يكون عمي يعني. هو من مواليد 1932. يعني يقارب 82 عام عمره الآن. هو خرج يوم الاثنين الماضي تاريخ 20/7/2014 مساء تقريبا عن صلاة المغرب. هو معتاد أن يذهب للصلاة ويرجع يعني، وهو بصحة جيدة تقريبا يعني يستطيع الذهاب والعودة. ثم يعني تأخر بعد ذلك إلى ما يقارب الساعة 9 مساء حيث فقد يعني. ومن ذلك اليوم تم تبليغ الجهات الرسمية والأمنية والبحث في المستشفيات وما شابه، ويعني لم يتبين حتى الآن أي شيء. هو رجل كما ذكرت في 80 من عمره. بأي منطقة بالتحديد الجامعة يعني؟ في منطقة جبل الزهور، منطقة جبل الزهور. ولغاية الآن ما حصلت ولا على أي معلومة؟ حتى الآن لم نصل إلى يعني أي طريق صحيح أو خيط قوي يعني. طيب يعني إحنا الآن يعني عرضنا يعني صورة عم حضرتك سيد طارق، ويعني ان شاء الله يعني هيك يكون يعني يمكن بالصدفه حدا يعني شاف. نعم. شافه هو يعني شاف الصوره، وان شاء الله يتم الابلاغ مباشره للمراكز الامنيه، وان شاء الله الليله يرجع على البيت باذن الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك. احنا بنناشد اخواننا يعني المستمعين، ونشكر طبعا قناه يرموك على هذا الجهد العظيم، انه هذا الرجل قد يكون الان يعني دخل في مرحله النسيان، ينسى. فوجد شخص بهذه المواصفه، شخص يظهر عليه الكبر
يرتدي بنطال وجاكيت، قد يكون بقي على هذا أو لم يبقى، يتغير حاله والله أعلم، وحطة حمراء يعني. إذا وجد شخص مثل هذا لا يعرف ما اسمه، يعني هذا يخدمنا في الموضوع، لأنه الظاهر أنه في آخر أوقاته كان ينسى، يعني أصبح ينسى من هو أو من الذي حوله، ثم يتذكر، فلعله دخل في هذه الحالة. نعم، الله يشفيه ورجعه إن شاء الله بالسلام، إن شاء الله اليوم برجع على البيت بإذن الله سالم معافى. شكرا جزيلا لك طارق، ونتمنى أنه ربنا يسهلها ويسهل. شكرا جزيلا. وإذا مشاهدينا يعني هذا هو هذه الصورة اللي بتشاهدوها أمامكم على الشاشة، يعني اللي ممكن يشوفه بالشوارع بأي مكان مباشرة يعني يتم إبلاغ يعني الشرطة، وبإذن الله سبحانه وتعالى أنه، وهي في أرقام أيضا ظاهرة يعني على الشاشة، بإذن الله أنه يعني يرجع هذه الليلة سالم. هو صار له يعني من يوم الاثنين من 20/10 صلاة المغرب بمنطقة جبل الزهور. طيب خلينا نروح على صحيفة الدستور، وأيضا الخبر الرئيسي كان عن استقبال الملك لحيدر العبادي. الملك يؤكد حرص الأردن الكامل على وحدة العراق، ويقول أيضا أمن واستقرار العراق ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، ونقف إلى جانب الأشقاء العراقيين في مواجهة مختلف التحديات. أهمية إشراك جميع أطياف الشعب العراقي في بناء حاضر ومستقبل العراق، وهذه هي المسألة المهمة جدا الحقيقة. الفكر المتطرف يستهدف أمن واستقرار كل دول المنطقة وشعوبها ولا يستثني أحدا. جلالته أيضا يؤكد وقوف الأردن ومساندته للتحالف الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية، والعبادي الأردن الجار الأقرب والسند والعمق للعراق. يعني واضح بأنه لهذه المرة أن الأردن يعني أو يعني العبادي يريد المصلحة من الأردن، ليس الأردن تريد المصلحة من العراق. ويعني الحديث عن يعني العبادي في مأزق وبلده في خطر من داعش ومن يعني التفكك من حرب أهلية من تقسيم من مليون شغلة عنده، وبالتالي هو يريد أن يكون عنده دول الجوار، أي يعني تكون الأمور هادية ومستقرة، ويحافظوا على يعني يساهموا بحفظ أمن العراق ويوقفوا معهم بهذه الأزمة. ولذلك هو يعني له مصلحة معنا، ويعني أتمنى ونتمنى جميعا يعني شعب الأردن نستغل أي فرصة، خاصة أن العراق دولة بترولية، يعني استغل هذا الموضوع باتفاقيات عاجلة، ومش أنبوب نفط زي ما كان يحكي المالكي بعد مش عارف 10 سنين 15 سنة، لا يعني شيء حالي مباشر مقابل حماية الحدود، اللي احنا أصلا بنحمي حدودنا، ويعني وهيك دخلين بهالتحالف، على الأقل نكسب اقتصاديا، يعني نكسب لنا شغلة الدولة تقدمها للمواطن تخفف عليه من أعباء المعيشة، تخفف الاحتقان الموجود في الشارع الأردني، يعني اللي الواحد راتبه مش مكفيه لنص الشهر ولا لأول 10 أيام، وكل الأسعار مرتفعة بشكل كبير، مشاكل اجتماعية اقتصادية صعبة جدا في البلد، يعني نستفيد لنا شغلة ويلمس المواطن الأردني يحكي والله كثر خير الحكومة، يعني نحكيها مرة واحدة. السفير الأردني في إسرائيل: المستوطنات قد تعرض اتفاقية وادي عربة للخطر. يا سلام، يعني كان من زمان كان في مسجد أقصى وكان في مستوطنات، مليون مستوطن صاروا بانين، ويعني كمليون أيضا تصعيد وعدوان على غزة وغيره، حتى أنه نحكي اتفاقية وادي عربة للخطر. اتفاقية وادي عربة يعني مقدسة وخط أحمر، هكذا هو واضح ومستحيل أن يتم المساس بها، على الرغم من أنها لم تجلب لنا حسب كلام الخبراء يعني اللي استضفناهم بقناة اليرموك في أكثر من حلقة، لم تجلب لنا إلا الخزي والعار، يعني أما أمور إيجابية في أمور اقتصادية سياسية اجتماعية أي جانب لم تجلب لنا، وإنما جلبت لنا يعني الحقيقة الخجل من شعوب أمريكا اللاتينية. الشعب الأرجنتيني يعني عنده وفاء للقضية الفلسطينية أكثر من بعض الحكومات العربية، والحكومة الأردنية ليست ببعيدة عن هذا المشهد باستثناء تصريحات لا تعدو إلا أن تكون تصريحات امتصاص غضب الشارع الأردني، وأعيد وهذه راح يعني نستلمهم فيها الحقيقة، وأنه كشفت لنا اللعبة بأصبح معنا سلاح يعني وإثبات في تصريحات سفير إسرائيلي، انفوها وإثبتوا عكسها ممكن أنه ما نحكي عنها، لكن إلى ذلك الحين هذا هو الدليل على أنه كل تصريحات الحكومة ومن ضمنها هذا السفير الأردني في إسرائيل اللي ما بعرف كيف قبل هذا المنصب، وهو ينتمي إلى عشيرة يعني عريقة في الأردن وقدمت أول شهيد أردني على أرض فلسطين، ولكن يعني هذه التصريحات ستبقى تصريحات بعيدة كل واقع عن أي شيء جدي أو حقيقي، وأي مسؤول آخر أيضا يصرح في هذا الجانب هو أيضا
عبارة عن تصريحات: انتحار شاب ووفاة أربعة بحوادث مختلفة في المحافظات. يعني هذه الأخبار صارت تتصدر حتى الصفحات الأولى. يعني برضو بتصير حوادث هنا وهناك. يعني عندنا محافظات 12 محافظة ومش عارف كم لواء ومئة بلدية وغيره، ممكن يصير في أي حي يعني بعض هذه الحوادث بشكل متفرق. اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة. يعني تستمر المطالب الشعبية بإلغاء المعاهدة ولكن لا أحد يستجيب. يعني الغريب أو مش يعني شيء إنه نقيب المهندسين وهو يعني أكبر نقابة في الأردن والتي يعني تتسيد مجمع النقابات، يعني باقي كل النقابات يدوب يجوا قد نص المهندسين، هو من عشيرة العبيدات، والسفير الأردني أيضا في إسرائيل من عشيرة العبيدات، للتأكيد على أن يعني السفير هو الذي يخالف النهج، نهج العشيرة ونهج العشائر الأردنية كلها، بأن يكون يعني يعمل في إسرائيل في ظل كل هذه التطورات وفي ظل كل هذه الانتهاكات. وطبعا سبقوا يعني ناس آخرين أيضا من عشائر وعائلات أخرى. على كل حال يعني طبيعة المنصب يفرض، يعني كون وزير أو سفير في وزارة الخارجية فبده يرضى، عشان يأخذ راتب وعشان يأخذ الامتيازات بده يرضى وين ما يحطوه، باستثناء أشخاص قليلين ونادرين اللي يؤثروا على هذه الامتيازات الشخصية. الموقف يكون فوق هذه الامتيازات. يعني قليل من المسؤولين في الأردن اللي شاهدنا مثل هذه المواقف منهم طبعا. برضو يعني عشان نستمر بنفس العشيرة، العبيدات اللي بنوجههم كل التحية، أحمد عبيدات اللي هو الوحيد اللي استقال من مجلس الأعيان أو أقيل يعني بغض النظر، لكن هو الوحيد في تاريخ الأردن لأنه رفض اتفاقية وادي عربة، وهو العين الوحيد الذي يعني وقف هذا الموقف، وهو يعني كان مجلس الأعيان مجلس الملك ولكنه رفض اتفاقية وادي عربة، ولذلك تم يعني إقالته من مجلس الأعيان ولم يتم بعد ذلك يعني اختياره بمجلس الأعيان، مع أنه يتم بالنهج السائد اختياره رؤساء الوزراء السابقين كأعضاء دائمين في المجلس، لكن بالتحديد أحمد عبيدات لم يتم اختياره مرة أخرى. يعني في عندنا ثلاثة أمثلة من نفس العشيرة، ولكن ومثال رابع أيضا يعني أحمد كايد العبيدات مفلح العبيدات اللي يعني هو أول شهيد أردني، يعني عشيرة تزخر بالبطولات. وأتوقع أنه هذا السفير يعني مع احترام لشخصه وليد عبيدات، ولكن ما قام به وهذا المنصب الذي يشغله الآن منصب غير مشرف، يعني نحكيها بصراحة وببساطة، ولكن نحترم شخصه ونقدره ونقدر كل يعني أقاربه، لكن يعني نتمنى كان أنه كان يبدي الموقف على المصالح الشخصية. وبالمناسبة العبيدات حكوله رح نعطيك راتب، الراتب اللي تاخده بإسرائيل بتل أبيب بدنا نعطيك إياه وبنعطيك تقاعد من يعني حساب الأثرياء يعني الموجودين في العبيدات، ومع هيك رفض. النسور يفتتح مجمع رغدان السياحي. هذا المجمع مش عارف كم صار له كم سنة يعني موجود، وعلى أساس يعني كان المجمع الحالي اللي في رغدان مؤقت لكنه أصبح دائم، واكتشفوا بعد ما عملوا المجمع بالتمويل الياباني ومش عارف ايش انه موقعه مش ملائم وبيعمل ازمه بالبلد. على كل حال امبارح كان في الافتتاح الرسمي لهذا المجمع اللي يعني تم يعني التعاون مع اليابانيين، وكاله يابانيه للتعاون الدولي في بنائه، والان موضوع تشغيله وكيف راح يتشغل في كم من خط سيرفيس يعني معروف انه بيشتغلوا فيه، شو بده يصير شيء جديد لسه مش مبين، ولكن في توجهات يعني لتنظيم الامور في عمان. وهنا يعني دائما اشير انه في سلبيات صحيح بالامانه، لكن هناك ايجابيات. يعني احنا بنشوف كثير مؤسسات ما فيها يعني بندور على الايجابيات ادواره، وزاره التربيه والتعليم في ايجابيات كبيره في اداره امتحان التوجيهي، في عمليه يعني المحاوله لاصلاح العمل التعليمي في الاردن في انجازات، وامانه عمان ايضا في انجازات، وعقل بلتاجي لديه لمسات جميله يعني في عمان، نتمنى المزيد، نتمنى أن يعني تتعزز. آخر خبر: سائقو باصات ينهون إضرابهم في صويلح بعد اتفاق مع السير والنقل. بارح يعني جبناها بلقطات حتى حصرية لقناة اليرموك عن هذا الإضراب ولقاءات مع المعتصمين اللي هلكتهم المخالفات، يعني بتخالفوا من السير بيروحوا على المتصرف بيرجعوا بتخالفوا كمان مرة غير لأنه بتعطل وغيره، على موضوع الكنترول اللي بيكون بالباص، وعلى موضوع يعني التوقيف والتنزيل الركاب. يعني
ظروف معيشية صعبة بيعيشوها، ويعني كانوا يطالبوا بأنه يعني على الأقل يخفوا عليهم، مش مليون مخالفة يعني لنفس الخطأ من المتصرف ومخالفة أولى وتعطيل يوم وتعطيل ثاني يوم. وموضوع الكنترول صار يعني موضوع يعني ما أتوقع أنه هو الأولوية أنه نلغي الكنترول. يعني صح في بعض الكنترولية بالمفهوم العام يعني في عليهم يعني بعض النقاط، في بعض الألفاظ بيسيئوا فيها، مواضيع تحرش وغيره يمكن بتصير، لكن مش النتيجة أنه نلغي كل هذه المهنة، وإنما يعني إصلاحها قبل إلغائها، لأنه يعني ما نعمم الظلم على الجميع، ونتمنى أنه يصير الوصول إلى الشيء اللي من مصلحة الجميع، من مصلحة سائقي الحافلات والكنترولية، وأيضا من مصلحة القانون والنظام اللي إحنا دائما معه ومع سيادة القانون في كل شيء. ونتمنى يعني إدارة السير ووزارة النقل أنها توصل أيضا للحلول المرضية لجميع الأطراف وللمصلحة العامة ولمصلحة هؤلاء السائقين. فاصل ونواصل. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. مدارس أكاديمية الرواد الدولية. رسالتنا تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز، أحدث الوسائل التقنية والأنشطة الفعالة في بيئة آمنة، إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر نافع لنفسه ووطنه، عشر سنوات من العطاء والتميز. مدارس أكاديمية الرواد الدولية، رواد التغيير. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أتقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان، شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-39-51. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358.
صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم معنا مجددا اذا في وسط البلد. ويعني خلينا نريح مع بعض هيك الفيديوهات. موضوع الاطفال والنوم يعني موضوع اي حدا يعني عنده اطفال في العيله بيعرف، يعني هنالك يعني طرائف واشكال غريبه عجيبه ممكن الطفل ينام فيها، حتى لدرجه انه ممكن ينام هو واقف. خلينا نتابع هذا الفيديو لطفل مش اردني ولا عربي، حتى طفل كوري، ولكن يعني الاطفال هم يعني نفس الصفات ونفس ردات الفعل العفويه. هذا الطفل كبست معه على النوم وهو واقف، خلينا نشوف. طفلة مصرة انها تنام واللي بتصورها مصرة انها تخليها واقفة. يعني طبيعة الانسانية، ربنا هيك خلقنا بننام نايمين، يعني مش يعني متسطحين وليس مش واقفين. ولكن هي بتعذبها يعني وهي بتصور فيها، ولا انه تريحها وتنام. طيب خلينا نشوف برضو طفل ثاني برضو يعني النوم اجى عليه ونشوف ردة فعله كيف كانت. يعني ما شاء الله جمال غير عادي لهذا الطفل وردات فعله هاي الجميلة. يعني إن شاء الله ربنا يرزق الجميع مثل هؤلاء الأطفال، يعني وهذا الجمال الحقيقة، واللي بيأنسوا العائلات في بيوتهم وبردات فعلهم المختلفة في موضوع النوم وغيرها من المواضيع. دائما احنا بنجيب لكم هيك لقطات لحوادث، وحوادث خطيرة ويعني أخطر الأنواع الحوادث لا شك إنه هي الحوادث اللي بتصير عند محطات الوقود، محطات البنزين. وبالدليل هذا الفيديو اللي رح تشوفوه، واللي يعني رح تشوفوا شو النتائج الكارثية اللي سببها هذا الحادث. We'll be right back.
يعني هذا رايح عبي بنزين عمل كارثة يعني. غريب غريب وضعه يعني، موضوع مش مستاهل. ما بعرف الست اللي بتسوق ولا زلمة، لأنه دائما عندنا مشكلة مع قيادة يعني قيادة النساء لموضوع الصفات وحتى مواضيع ثانية. لكن عشان برضو يعني ما يزعلوا منا، خلينا نشوف برضو الرجال عليهم يعني نهفات، ونشوف الرجال هم من أنو صنف اللي بتاعونا، الرجل الإفريقي ولا الرجل الثاني اللي رح نعرضه عليكم في آخر الفيديو، ولا يعني أيضا في نوع ثالث من الرجال. خلينا نتابع على كل حال هذا الفيديو، وبتوضح الصورة أكثر من خلال متابعته. يعني الأفارقة بنطوا عن مترين، ولا هذا الثالث اللي على مستوى يعني 20 سنتي مش قادر ينط عنه. على كل حال يعني في فرق بين الرجل الإفريقي والرجل الغربي أو الرجل العادي، خلينا نحكي المدني. طيب خلينا نشوف برضو هذا الرجل، يعني يمكن كان هيك مسطل ومش مركز كثير. خلينا نتابع. يعني هذا مسطل على الاخر الزلمه، وما خلاش حدا ما خبط فيه، مات اكيد يعني بعد هاي الحفره اكيد مات. طيب يعني خلينا نروح من عالم البشر لعالم الطيور، نشوف هذا الذكاء لغراب. ويعني دائما ما ناخذ يعني بعض العبر الحقيقه من عالم الحيوان وعالم الطيور، وهذا الغراب الذكي جدا. خلينا نتابعه ونشوف يعني مستوى ذكائه اللي يمكن يتفوق على بعض اللي بنشوفهم يعني في حياتنا اليومية. Can I stay in here? Absolutely. You can sit and watch. Right. We'll see what happens. Come on then. Send in your mastermind because it's going to need that. Alex studies wild birds, which he releases after 3 months of research. This one is nicknamed 007, and it's about to attempt what Alex believes is one of the most complex tests of the animal mind ever constructed. The bird is familiar with the individual objects, but this is the first time he's seen them arranged like this. 8 separate stages that must be completed in a specific order if the puzzle is to be solved. And if the bird succeeds, it'll be a world first. He takes time to have a look and then starts with the short stick. Stage 1. He finds it's too short to reach the food. He then sets off to get the first stone. But he drops it. And another. He seems to be stuck.
But then, something seems to click. He deploys the first stone. And then another. Eighth and final stage. Success. Eight individual stages of one complex puzzle completed. That was remarkable. I'd never, ever seen anything like it. يعني هذا ذكاء الطير و يعني إرادته أيضا بالوصول إلى بالنهاية إلى الهدف النهائي والهدف الأخير رغم من كثر الخطوات وتعقيدها، لأنه أصر إلى أنه يوصل للنهاية. وهذا الإصرار اللي نتمنى إن جميع عالم البشر أن يكونوا يعني يملكونه ليحققوا النجاح. النجاح ما بيجي بالسهل ويتطلب يعني هذا الإصرار وهذا التعب والجهد لتحقيق الهدف النهائي. أيضا في عالم الطيور خلينا يعني نستمر، لأنه الحقيقة في الرأي يعني في باقي يعني الصحف ما في أخبار جديدة، نفس الأخبار اللي تم تداولها. وبالتالي ننهي فقراتنا لهذا اليوم بهندسة الطيور، كيف يقوم الطيور ببناء العش بيتهم، كيف بيقوموا ببنائه بشكل أيضا جميل، وتبارك الله أحسن الخالقين، وكيف يعني أوجد لكل مخلوق سبحان الله يعني طريقته في لكي يدبر حياته اليومية وحياته الاعتيادية وبناء المنزل الذي يؤوي. ها هذا الطيور أيضا نفس الشيء، نشاهد هذه اللقطات وكيف يقوم الطيور ببناء منازلهم. لا إله إلا الله ما لنا رب سوى، يعني سبحان الله هذه الطيور كيف تتعاون وتساعد الزوج، يساعد أيضا زوجته في بناء هذا العش الذي سيأويهم بالنهاية وسيكون هو بيت يعني العمر. سبحان الله. هذا إلى هنا إذن وصلنا مشاهدينا إلى نهاية فقراتنا لهذا اليوم. حبينا كمان تقر عليكم ونعرض بعض الفقرات المتنوعة اللي احنا بنأجلها من حلقات، ولكن اللي كان لزخم الأخبار ولزخم التطورات والأحداث. على كل حال نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله بكرة بأخبار جديدة وأخبار جميلة تكون لبلدنا ولأمتنا تطورات على الأقل في كل الصعد، تكون تطورات إيجابية نأمل بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا هنا في الأردن وعلى جميع الأقطار وعلى جميع شعوب العرب والمسلمين بالخير والفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يعود الاستقرار إلى عالمنا العربي والإسلامي، وأن يعود الإسلام إلى الصدارة إلى الحكم لينعم بظلاله كل العالم بنعيم العدالة التي تفيض من هذه الحضارة الإسلامية وهذا المشروع الحضاري الذي نتمنى أن نجد من
يعني يكون قادر على حمل هذا المشروع، المشروع الكبير، وهذه المسؤولية. يجب أن كل شخص فينا وكل مشاهد وكل متابع أن يشعر أنه هو مسؤول، وأنه يجب أن يتحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية، وأن يحملها إلى كل العالم، ولدينا أفضل الرسالات التي تساعدنا على ذلك. شكرا جزيلا إذن مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله. أنسي لقائي